Uh, Salam alaikum. Nous allons faire un exercice de l'ASG, auto-induction. Le vélage d'exercice euh, bobine dans un circuit électrique. Yani on doit étudier le comportement d'une bobine dans un circuit électrique. Euh, on dispose d'un générateur de tension continue ER. ER yani, est la e, force électromotrice la, du générateur. La tension maximale est euh, tension au bord du générateur. Petite R la résistance interne du générateur. d'une bobine LR1, de L est 1 L'inductance de la bobine est L et de la résistance interne est R1. De un conducteur ohmique de résistance R2 égale 100 ohms, de, de deux lampes C1 et C2. d'un oscilloscope et d'un interrupteur K. Le circuit est présent. اون طبعا عم نشتغل احنا اول شيء اتود كاليتاتيف كاليتاتيف نحن في عندنا اثنين اتود بيكون في عندنا اتود كاليتاتيف واتود كوانتيتاتيف لما بنحكي عن اتود كاليتاتيف يعني اون بارل دو كاليتي يعني بس انه كاليتي كحكي بينما كوانتيتاتيف يعني بنشتغل على الكوانتيتي يعني على ارقام وعلى فالور وعلى على اكس على كالكول فاتود اتود عم نشتغل هون كاليتي دون لو بوت ديتودي لو رول دو لا بوبين دون دون ان سيركوي الكتريك

البوبين اول شيء كان ما في عندها كرة مرق فما كان عندها مشكله لما فجاه سكرنا الانتربتر فصار في عندي كوران بقلب السيركوي فهون الانتنسيتي حتنزل بهالطريقه حتنقسم ل اي ان وايدو هون الاي رح تجي الكوره بهي الطريقه يفوت بالار دو تفوت باللمبا سيدو وتطلع وترجع على الـ على البي مره تانية وبالتالي بتكون اللمبه عم تضوي ديركت وما بنفس اللحظه بينما بالحالة الثانية اللي هو اللي هي بتجي من هون لما بتنزل نزول آه الطريقة فشو حيصير حتلاقي الكرة أو حتمرق بقلب البوبين وبالتالي البوبين رح تصير رح تلاقي انه في فجأة صار في عندي كرة مرق بقلبها هذا الشيء منو مقبول بالنسبة للبوبين وبالتالي رح يصير في عندي ديلي او تاخير بالكوران الكتريك لانه حتعمل كوران اندوي بقلب السيركوي آه لانه هي حتعمل اوغمونتاسيون على هذا الكوران هذا دا بي دو لينز اي سي لو فيرومين دوتو اندكسيون فاذا شو هو الفيرومين كي لو فيرومين دو روتار دو ليكليراج دي دو لامب اول شيء اي اوغمونت اه لورس كونو لورس كونفيرم لا ديريكتور لورس كونفيرم كا كن. يعني شو حيصير اي اوغمونت Je vais dire, bobine, alors, la bobine suppose, bobine suppose, à cette augmentation, d'après ou à cause le phénomène, ou à cause du phénomène, d'après le phénomène. دوتو اندكسيون هذا الشيء اللي حيصير هذا بالنسبه للاتيود كاليتاتيف هلا بارتي دو عم يقول لي كوانتيتاتيف عم يعني نحشي غير كوانتيتي دون لو بوت دو دي ديترميني لي كاركتيرستيك ال ار ان دو لابوبين اي او ار دو جينيراتور يعني انا بدي طلع انا اربع اشياء ال الاندكتونس للبوبين والريزيستونس لالا والفورس الكتروموتريس دو جينيراتور والريزيستونس انترن تاعتو Dans ce but, on réalise le circuit de la figure 2. figure 2, c'est ce qu'on a maintenant. Prendre R1 plus R2 plus R1. à le grand R1 est résistance totale du circuit. Bon, on utilise l'étude analytique de l'établissement du courant. À la date T0 égale 0, on ferme l'interrupteur K. On va se carter de l'interrupteur à l'instant T égale 0. فبالتالي راح يصير في كوران راح يمر بقلب في عندي بوبين وهيدي البوبين راح تعمل اوبوزيسيون على على الكوران وراح يصير في عندنا الفينومين دو اندكسيون اللي حكينا عنه بالبارتي الاولى فعلى تي 0 ايغال 0 انفير كا على ان دات تي للسيركوي سيركوي اي باركوري بار الكتريك اي En appliquant la loi de tension, établir l'équation دي طبعا هون احنا اللي بنعرفه انه دا بري لو دا ديفيتي دي طونسيون لو هو اللي الطريقه اديتيفيتي دي طونسيون راح تكون انه الاو جينيراتور اللي هي اذا بدكم هون الاو جينيراتور هي الهيدا فهيدا هي يعني ا ام او ا ام او ا ام ايغال او

R1 هي طبعا هي بالعادي رح للبوبين هي ار اي ال دي اي بس هون انا عندي البوبين عندها R1 R1 r ان فبدي اسمي أه هيدي r آي مش بوتي ف ار ان ال دي اي سور دي تي اي فبس بيتضبط حيصير معي رح اخذ كل شيء في اي بعد الإيقال فرح تصير الاولى ار اي plus L di sur dt plus R 2 i plus R i طبعا النهاية مو R حتروح لبعد الإيجار حصير بلس حيصير في عندي تلاتة تيرم فيون في اي هيدي وهيدي وهيدي هياخد وهي ال اي فاكتور كومة حيصير L di sur dt رجعت نقلت أنا نقل مثل هون أه. اوكي هيك بلس رح ياخد الاي فاكتور كومان صار معي R1 r R2 Plus R, que l'on fois I est égal à E. Voici l'équation différentielle qui décrit l'évolution de I en fonction du temps. La partie 2. La solution de cette équation différentielle est de la forme I est égal à A plus B, E moins T, surtout. Attends les solutions de l'équation où AB sont des, AB et le taux sont des constantes. Déterminer les expressions de A, B et taux en fonction de R, E, L. faire sur L. اول شيء نعمل معي انه هيدي هي سوليسيون معي انه هاي هي سوليسيون لهالاكواسيون ديفرنسيال، فبدي جيب الاي واعمل لها وحط الاي والديريفي تاعتها بقلب الاكواسيون ديفرنسيال، ولا نشوف شو بيصير معنا فحاعمل ديريفي للاي بارابور او طون طبعا ديريفي للا الا هي كونستانت لحالها فحصير الديريفي لها هي زيرو بلس ديريفي للبي او موان تي سورتو البي رح تضل مثل ما هي لانها كونستانت مضروبه بفاريابل ضرب موان تي سورتو بريم او موان تي سور تو هيدي راح تصير موان بي سور تو موان تي سور تو هيدي دي اي سور دي تي اي اي دي اي سور دي تي دان ليكواسيون ديفيرونسيال طبعا ليكواسيون ديفيرونسيال انا راح ارجع اجيبها مثل ما هي وحطها uh, تحت واشتغل على اساسها بهي الطريقه اوكي فاذا ال دي اي سور دي تي فهي ال فوا دي اي سور دي تي راح احط محلها موان بي سور تو فاكتور موان بي سور تو او موان تي سور تو بلس ار ان بلس ار دو بلس بوتي فوا اي بدي احط محل الاي اي e, e, متى اللي هي ا بلس بي او موان تي سور تو ات ايغال ا او هلا بنعمل لها ديفلوبمون عادي فبصير موان بي ال على تو او موان تي سور تو بلس طبعا ار ان بلس ار دو بلس بتي تار هون انا كان لازم معلش هو قال لي اصلا بدوني انه فيني احط محلهم لجران ار هيدي فانا هون فيني ظبط لها شكلها أه حصير او او رح تصير ال دي اي سور دي تي بلس ار اي ايغال ا اه او فهيك افضل لي انا فهيدي هون رح اشيل هيدي راح احط محلها ار فحتصير ار ا بلس ار بي او موان تي سور رح اخد بين اثنين تيرم رح اخد بين هيدي وهيدي فيهم البي فاكتور كوما والإكسبونانسيال فاكتور كوما الشغل الشغل الكلاسيكي لازم يكون هيدا فحتصير هياخد فاكتور كوما بي e موان تي سور معي من اول تيرم مو ال سور ار ومن تاني تيرم في عندي الجران ار بلس ار ا ايتيغال ا او فهون راح يصير بدي اعمل بار ايدنتيفيكاسيون ايدنتيفيكاسيون الرقم ضارب اكسبونسيال قبل الايجال بيساوي الرقم ضارب اكسبونسيال بعد الايجال يعني ب آه، اوكي هيدي مش ال هيدي تو فب موان ال سورتو بلس ار ايجال ا زيرو لان بعد الايجال ما في اكسبونسيال هون ما في اكسبونسيال فهيدي بتقولي لي انه البي طبعا ما لازم تكون صفر يعني رح تصير موا ال سورتو بلس ار ايجال زيرو يعني ال سور تو إيقال مو ال سورتو ايجال ار يعني تو ايجال ال سورتو ار هيدي هي الفالور للتو تو هي ال سير ار هي ار توتال بطبيعه الحال هسا فيني اعمل فاكتور فيني اخذ فاكتور في الايدنتيفيكاسيون دوتر بار اللي هي ار ا ايغال ا او يعني ا هي او سير ار بهي الطريقه بنكون جبنا ال ا طبعا هون بكون خلصنا بكون جبنا ال ال A وجبنا التو هسه بدي اجيب ال B لنجيب ال B بالسوليسيون دو ليكواسيون بنشتغل على تي ايجال زيرو بور تي ايجال زيرو انيسيالمون كان ما في عندي كورون بيعمل يعني إي ايجال زيرو يعني ال نحنا نحن بنعرف انها هي A بلس B او موان سيرتو هيدي هو عطاني اياها فوق هيدي بدل ال بدي احط زيرو ايجال A بلس B E موان زيرو سور تو او زيرو هي ان اه. فراح تصير هيدي ان اه. اه يعني ا اه بلس بي ايغال ان اه. يعني البي ايجال موان ا و مع هي او سير ار يعني او سير ار. بي ايجال R الطريقة بنكون جبنا الاول باستعمال بارتي ب عم يقلا ديدوير كو اي ايجال او سور ار فاكتور ام و او موان تي سور تو طبعا نحن معنا انه الاي هي ا بلس ب او موان تي سور طيب خلينا نحط محل الا اي متى والبي اي الا شو بتساوي الا هي او سور ار ليك هي هون يعني هون راح يصير او سور ار بلس البي هي موان او سور ار بلس موان او سور ار يعني موان او سور ار او موان تي سور هيدي الاي يعني هلا هون صارت فيني فين انا الاسر ار فاكتور كوما فضل معي من اول ترم اه ومن ثاني ترم ام 1 تي طبعا هيدي هي الاي وهذا الشيء اللي هو طلبه مني بهذه الطريقه هي البارتي آه جراند اي البارتي آه دو اي عم ديترميناسيون آه دي فالور De E, R, R1 et L. Mais c'est aussi le but de cet exercice que nous avons. Un oscilloscope branché, comme l'indique la figure 2, permet de visualiser l'évolution en fonction de temps de deux tensions représentées par les deux courbes A et B de la figure 3. Nous avons fait une voie de l'oscilloscope, voie 1, voie 2, et la courbe de la figure 2

L'oscilloscope visualise U entrée masse. Partie B, déterminer l'expression de U1 en fonction du temps. Le U1, il euh, y a une tension, mais il y a tension générateur. Il y a tension à générateur. Nous avons un Le générateur est un générateur. مو اري بلس او هذا جنراتور الان فالاو جنراتور اللي هي او ان ايجال مو ار اي بلس او طب انا هون بدي ان فونكسيون دو تون طب الاو كونستانت والار كونستانت فاضل عليه اسا الاي طب الاي ما انا معي الاي لك فبنحط الاي بقيمتها بتخلص السؤال فهي حتصير أه. او ما انا الاو قبل مو ار فوا اي الاي اتفقنا هي عباره عن او سور ار ام وان تي سور تو فهيدي هي الفكرة يعني انا فيني ما خلاص هيدي هي بي ام فيني ادرك ما هي ما في مشكلة هيدي الاكسبريسيون دو اي ان ان فونكسيون دو تو دو تو دو تي يعني لانه الاو كونستانت والار كونستانت والتو كونستانت ففضل عليه بس التو هو الفاريابل فهيدي الاو ان بارتي دو ا بريسيزي لا تونسيون او دو فيزواليزي سو لا فوا دو الفوا دو عم يسلي من ال من هون لهون من الفلاش للماس فاذا u هي عبارة عن U انتري ماس يعني هي عبارة عن U بم ام اللي هي U اللي هي ر دو دوني دو دو ان فونكسيون بنفس الطريقة u دو هي عبارة عن U2. هي u دو يعني هي او بام اللي هي عبارة عن لابري دو هي ار دو فوا اي والاي هي او أه أه سور ار ام او مو ان تي تو خلينا وفي عنا ار دو قبلها فبهالطريقه صار معي الاي دو راح احطهم ببوكس لانه بدها ترجع تلزم لي بعدين ونفس الشي هون اوكي بهالطريقه طيب بارتي تروى ا أه. عم يقول لي دوني لي فالور دو او 1 و او 2 على دات تي 0 على دات تي ايغال 0 او 1 هي هي هيدا يعني هي هي الكورب طب انيسيالمون ا تي ايغال 0 ادل او 2 ادل او 1 هي 14 فولت مالك جرافيكمون ما. وال او 2 قد ايه هي هون هي 0 فولت خلصت هي هي كده القصه ديدوير لا فالور دو او طبعا نحن هون بدي اجيب فالور دو او

طيب من ثاني ميله ال او ان هي او موان ار اي طيب ما في انيسيال ما في عندي اي اي ايغال ا زيرو يعني صارت هلا ال او ان ايغال او بس من ثاني ميله ال او ان هي 14 فولت جبناها من قبل فصار فيني اقول انا انه ال او e ايغال 14 فولت الطريقة بتكون خلصت بارتي 4 En utilisant les courbes A et B, déterminez la valeur de taux. خلينا نجيب اول شيء على الكورب ا بي الفالور دو تو طيب الفالور دو تو اول شغله جرافيك مو التو نحن فينا نجيبها بثلاثه ميثود يا اما باستعمال التانجنت او استعمال طبعا مع الازيمتوت او على الريجيم بيرمانون على 5 تو يعني او باستعمال على 63% من الفالور ماكسيمال خلينا نشتغل على هيدي الكورب اللي هي كورب ب بهيدي الطريقه هيدي الكورب الفالور أه ماكسيمال لا اذا بتلاحظوا هون 8 وهون 10 يعني هون 9 هون جايبه نص تمام يعني هون راح تكون 9.5 يعني الفالور ماكسيمال لها هي 9.5 فولت ف بورتي ايغال اتو بور بورتي ايغال اتو تو ال او هي بتساوي 63% من ل او ماكسيمال عم نحكي انا هلا على الاي 2 يعني اي 2 ماكسيمال فهون يعني هي بتساوي 0 63 فوا 9.5 إذا تعملوا على الكالكولاتريس أزرو 60 فولت 9.5 بيطلع 6 فولت تقريبا بيطلع 2.82.5 تقريبا 6 فولت. ف graphically هتصير Pour U2 إجارة 6 فولت بجيب من التي هذه التي هي بتسويته أه ااا فهتصيبه على 6 فولت بتطلع على 6 فولت 6 فولت يعني هون هون هذه ال values للطول تحت فهون اذا بتلاحظوا هوني الزيرو وهوني الدو يعني هون 1 طبعا هون بدنا ننسى الونيتي الونيتي هون هو اللي هي بالملي سكوند فحتطلع التو ايقال 1 ملي سكوند كمان راح حطها بوكس لانه ممكن ترجع تلزملي بعدين <applause> هلا بارتي بي ديترميني لي فالور دو ار اي ار 1 بنفس الطريقه بدي جيب فالور انوتيليزون لي كور بدي جيب فالور الر والر1 طيب حبلش اول شغله أه وحده وحده اول شيء بالريجيم بيرمانون آه, او قبل الاو ان ما بتساوي او e مو ار اي طيب هذه الفكره طيب هلا نحن لما, لما عم نشتغل على الريجيم بيرمانون بالريجيم بيرمانون او ريجيم بيرمانون بما انه هون عندي بوبين بقلب السيركوي فصارت الاي هي بتساوي اي ماكسيمال يعني صارت الاو ان بتساوي او e مو ار اي ماكسيمال طيب خليني شغلي شغلي اول شيء الاو معي الاو آه معي 14 فولت بعتقد لك هون اوكي الاو معي 14 فولت طيب يعني هي موجوده بالرجيم بيرمانو قد ايه بتساوي الاو ان طيب خلينا نشوف بالرجيم بيرمانو الاو ان يعني هي مين الاو ان يعني هي التونسيون تاعت الكورب ا آه. بالرجيم بيرمانو الاو ان راح تساوي هون 10 هون 11.5 11, يعني اوريجين بيرمانون اي بتساوي اي ماكس والاو ام بتساوي 11.5 فولت يعني هيدي معي والاو معي هسه بدي اجيب الاي ماكس يعني اذا قدرت جبت الاي ماكس بقدر اجيب uh, البيتي تير بكون خلصت البار بكون جبنا قدرنا البيتي فالاي ماكس كيف بدي اجيبها؟ طيب انا بدي اطلع من ثاني ميلين بالريجيم بيرمانون uh, uh, ما فيني اجيب انا الاي ماكس أنا معي انا معي الار 2 فالور الاردو انا معي اصلا هو عطانية بالدوني قبل على ما اعتقد الاردو هو عطانية اه اوكي الاردو هي صائم لكي فالاردو انا معي صائم فبهيدي الحالة بما انه انا مع الاردو فصار فيني اقول انا انه الاو ار دو او بالرجيم بيرمانو بعد عم بحكي بالرجيم بيرمانو انا كمان هون هي ار دو قو اي ماكسيمال طيب الار دو معيها هي عباره عن صام ما نسيت صام صام اوكي فالار دو معيها صام طب الار دو لاطنسيون الار دو هي هيدي مثل ما اتفقنا قبل فهيدي بالرجيم بيرمانو قدال الدال الطنسيون بتكون بتكون هون هون يعني 9.5 فولت يعني الاي ماكس e بتساوي او ار دو على ار R2 يعني هي 9.5 فولت ديفيزي بار 100 اوم بيطلع معي الجواب 0.095 أمبير اوكي قربنا هون 0.2 اوكي 0.095 أمبير فهلا صار معي الاي جبنا الاي ومع الاي ومع الاو بنجيب البتيتر فحتصير الموا ار اي ماكس بتساوي او 1 موا او يعني الاي ما او عفوا الار حاقدرها كلها بمواحه حتصير او مو او ان ديفيزي بار اي ماكس الاو معيه هي 14 فولت مو او ان الاو ان هي 11.5 فولت 11.5 فولت ديفيزي بار اي ماكس اللي هي جبناها 0.095 0.095 امبير هي هون فبيطلع معنا البتيتار انتغال ا 26 بهالطريقة بنكون جبنا البتيتر هلا هسا بعد ما جبت البتيتر هلا انا بدي اجيب مين؟ بدي اجيب الار ان هسا الجراند ار ان طيب هلا بنرجع بعدنا ب... انا بفضل عم اشتغل كل شيء اذا اذا لاحظتوا كل شغلي عم اشتغله على الريجيم بيرمانون افضل لانه او لانه بريجيم بيرمانون انا قادر اعرف الاو ان انه هي كونستانت صح كونستانت الاو 2 هي كونستانت ما بتغير بينما بالريجيم ترانزيتوار اللي هو قبل كل لحظه عندي اي شيء عندي او اه اه ان شكل وعندي او دو شكل فمش انا دائما عم اشتغل على على الريجيم بيرمانون افضل لالي طب هلا من تاني ما لي لحتى اجيب انا الجران اردو اذا بتطلع على هذا السيركوي هذا السيركوي اه بالريجيم بيرمانون ال للجنراتور نحن بنعرف إنها هي بتساوي او بوبين بلس او ار 2 طب ريجيم بيرمانون البوبين سو كومبورت كوم ان كوندكتور اوميك لانه خلص ما بقى في لها رول بقى الاندكتونس فبصير فيني اكتب انا انه اون ريجيم بيرمانون او قبل ريجيم خليني خلي اقول انه مثلا او ان اللي هي او جينيراتور ات ايغال ا او دو اللي هي او كوندكتور اوميك بلس او بوبين معناها خليني انا سميون او ار دو وهيدي او جينيراتور en régime permanent. فيني أقول إنه الأيبوبين هي عبارة عن R1 طبعا هي لأن اسمها R1 فوا إي طبعا بنحكي هون بريجيم بيرمانون صار ما بقى يعني في عندي E صار عندي E ماكسيمال بلس آل دي إي سور دي وهيدي رح تكون صفر لأنه ما بقى في عندي بقى فارياسيون دو E فصرت بوبين هي ار 1 في اي ماكسيمال صار في انكتب انه U جنراتور هي ار 2 في اي ماكسيمال اللي هي من هون بلس ار 1 في اي ماكسيمال طب يعني هلا هون وبالريجيم بيرمانو U جنراتور احنا اصلا بنعرف الفالور تاعته بالريجيم بيرمانو جبناها من شوي طلعت الفالور تاعته هي 11.5 فولت ماي جرافيك مؤكد على نفس الشيء فهون ا أه صافي نقول انا انه الاو جينراتور اللي هي معنا راح نسميها او1 ايجال اي ماكسيمال ار1 بلس ار2 طيب يعني هلا أه الاو1 معي والاي ماكس e معي الار مع الاو معي 11.5 من هون الاي e معي هي هالقد الار 2 معي هي 100 فضل عليه الار1 خلصنا السؤال يعني هلا بكل بساطه صافي يقول انا انه ار ان بلس ار دو ايجال سور اي ماكسيمال يعني الار 1 بتساوي 1 سور اي ماكسيمال ار ومع كده الفالورات بيطلع معي فالور ار ا ال R1 طيب بالبارتي الاخيرة طلب مني كالكولي L طب نحن بدنا نجيب ال <hesitation> آه, الوحيدة اللي بقلب L هون هي اي آه... هي الوحيدة اللي بقلب L تو ايكال 1000 R طبعا هون عم نحكي عن ال R آه, ال R اللي هو حكالي عنها بالدوني ان هي عبارة عن بتتر بلس R1 بلس R2 يعني هلا فيني أقول انا انه تو هي ال على ار يعني التو هي ال على ار ا بلس ار2 بلس يعني لاجيب ال -L. آه. هي تو فاكتور ار ا بلس ار2 بلس طبعا هون راح تصير تو ال ايجال التو اللي هي ال هي تو هي 1 ملي سكون دي 10 بيسونس 3 سكون فاكتور ال R1 plus R2 بلس R3 اللي هني 21 بلس 26 plus 100 uh, بيطلعوا أو الجواب ال L 147 فوا 10 على بيسونس 3 وطبعا الجواب للبوبين للإلكترونز دو هي بتكون بالأنري وهيك بنكون جبنا الفالور دو لا uh, دو لاندكتونس L دو لابوبين هيك بنكون خلصنا البروبليم إن شاء الله تكونوا استفدتوا ونشوفكم المرة الجاية إن شاء الله